في شوط أول من جانب واحد الأهلي يتفوق بثلاثية نظيفة على فريق الدفاع الجوي. الهدف الأول كرة لزياد طارق من على حدود 18، والهدف الثاني رأسية من حسام حسن، وده الهدف الثالث، والهدف الثاني رأسية من كريم فؤاد من تمريرة محمود وحيد العرضية. ادي الهدف بتاع محمود وحيد من بتاع كريم فؤاد من عرضية محمود وحيد. والشوط الاول يمكن كان شاهد تفوق كبير جدا 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 من النادي الاهلي على فريق الدفاع الجوي، اللي لم تكن له اي خطوره باستثناء ركله الجزاء التي تسبب فيها علي لطفي، ولكن صحح خطاه وتصدى لها ببراعه. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف راي محللينا الفنيه في الشوط الاول. ارجوكم انتظروا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، شفت الشوط الاول يعني ما كانش فيه نديه تقريبا. هو برضك اختيار الفريق بتبقى اهداف واستراتيجيه لجهاز الفني. يعني هو بيختار برضك فرقه مثلا في القسم الثالث او القسم الرابع على اساس ان هو مش عايز حاجه تكون يعني نديه بشكل كبير. هو فريق ما بيلعبش في اي قسم. يعني فريق قوات الدفاع الجوي هي المناسبه. المناسبه بس. فطبعا واضح قوي ان في سيطره من لعيبه النادي الاهلي بالنسبه للاستحواذ وبالنسبه للانتشار. وبعدين كمان الفرص، يعني النهارده الشوط الاولاني فيه 6 فرص سجلنا منهم 3 اهداف، والثلاث اهداف واضح قوي طبعا ان في جمل تكتيكيه اللعيبه شغاله عليها. صحيح. من مستر موسيماني بتبدا تنفذها. يعني شفنا الهدف الاولاني العرضيات. العرضيات الاطراف النهارده. مزبوط. شفنا الهدف الاولاني يمكن تصويبه من زياد طارق برجله الشمال. الهدف الثاني واضح محمود وحيد كروس، وبعدين كريم فؤاد بقى اللي متابع. يعني يعني حتى كمان داخل الباك بالظبط زي ما احنا قلنا ان المفروض لو الناحيه الثانيه بتهاجم يبقى في ناس داخله بتكمل، ويبقى في زياده عدديه، ويبقى في كثافه عدديه موجوده. واحنا دي دايما بنعاني منها في بعض المباريات. بالظبط. ففرصه النهارده ان الحاجات ديت يعني ان شاء الله تاكد لنا اللي جاي. يبقى احنا طول عمرنا متعودين الجمل اللي بنشتغل عليها واطرافنا بالذات. فالنهارده كمان كريم فؤاد بيسجل هدف وموجود في مكان زي اماكن المهاجمين، ودي حاجه بتحسب له. يعني احنا لو رجعنا كده ايمن لمعلول الهدفين اللي جابهم كان واضح ان في حس بالظبط في مباراه امبي. واحنا قلنا حتى معلول يعني موجود في المكان ده كراس حربه، سبحان الله بيبقى في حس للعيب ان هو يقدر يبقى موجود في مكان الكره تجيله ويقدر يسجل منها هدف. ودي الكره الثانيه برده عرضيه كابتن شريف، عرضيه عملت كويسه جدا وطلع لها من محمد محمود عملها بالعرض وطلع لها حسام حسن كويس قوي براسه. بص يا كابتن ايمن هقول لك على حاجه، دي كرة زياد الاولانيه بعيد عن الثلاث اهداف وبعيد عن عدم النديه. المباراه دي بتتعمل او بتبقى فرصه جيده قوي للاعبين نفسهم. اللاعب اللي هو بره الحكايه بقاله فتره، اللاعب اللي عايز يخش تاني جوه الفريق بينه وبين نفسه عشان يستعيد الثقه. ايوه. يستعيد ثقته في التهديف، يستعيد ثقته في الوجود، يستعيد ثقته في الاحساس بالملعب اذا كان على حساب فريق زي الدفاع الجوي او غير فريق زي الدفاع الجوي. لو هتلعب مع اي فرقه، مع الجونه، مع اي حد، برضو لازم يكون هذا الشكل والمضمون بتاع المباراه. انا عايز استفيد منه. الاستفاده مش للجهاز الفني بس، لا، اهم حاجه في الاستفاده دي اللاعب نفسه. كويس. زي محمد محمود مثلا. محمد محمود النهارده عنده مساحه ووقت في مباراه زي دي انه يشوف نفسه في تحركات، يشوف نفسه في تمريرات، يشوف نفسه في تصويبات، يحس احساس العوده للملعب تاني. نفس الكلام حسام حسن. نفس الكلام صلاح محسن اللي بيرجعوا من اصابات او عدم الاشتراك بصوره مستمره دوريه مستمره. فهي دي المباريات دي احنا بنستخدمها في الحالات دي. فتقييمنا او احساسنا بالمباراه هتطلع نتيجتها ايه وكده، نتيجتها اولا تطلع مفيش اصابات، دي اهم حاجه. الحمد اكبر لله. عدد من اللعيبه عندك رجعوا لاحساس الملعب تاني، طمنت عليهم حصل تميز في احراز اهداف، في ثقه زياده. من مباراه زي دي المباراه بعدها على طول للمباراه اللي هي بتبقى رسميه. اعتقد ان هو دول بيبقى المكسب، التصويبه زي دي يعني هو دي المكاسب اللي احنا بنحس بيها
للعيبه. وهو ده الاستفاده ان شاء الله اللي تبقى موجوده في كل مباريات اللي هي بهذا الشكل يعني. باذن الله. طيب كابتن حشيش، كابتن شريف قال لك ان في ماتش فيه ايجابيات، بس هل ماتش بالسهوله دي ممكن تحكم فيه على مستويات بعض اللعيبه اللي لسه بتاخد الفرصه من البدايه؟ بص يا كابتن ايمن، ليه راي يعني طبعا بعد ما يعني اقول لك الماتش ده في اطار الاحتفاليات. ايوه، النادي الاهلي طول عمره يعني بيشارك دايما في الاحتفاليات، زي مثلا النهارده عيد الدفاع الجوي، فيه قبل كده كان طول عمرنا بنلعب ماتشات يوم المحارب لو تفتكر، وعيد الشرطه والكلام ده كله. كان نفسي اتمنى طبعا ان التجربه زي دي تبقى مع منافس قوي عشان اقدر احكم على اللعيبه. انا كنت اتمنى من الكابتن سامي ان الماتش ده، انت هتستغرب من الكلام بتاعي بس الكلام ده مهم، اتفضل، ان النهارده كان عايز اعداد نفسي للعيبه وهم داخلين ماتش زي ده، لسبب انت بتتكلم على 3-4 لعيبه دماغهم مع المنتخب. واحد زي محمد شريف بيقول لك ان النهارده كان لازم ابقى في المنتخب او مع المنتخب بلعب مع فريق زي، طبعا احترامي كامل طبعا للفريق، انما ما تقدرش يعني تقنعني انه يبذل كل مجهوده عشان يلعب كذا. كذلك مثلا محمد هاني، احمد عبد القادر، اكيد الناس دي كلها كان دماغها في اختيارات المنتخب وكان نفسهم يبقوا في وضع تاني مش في الماتش ده. فانما بقيه اللعيبه كان لازم برضو كابتن سامي، احنا داخلين على مرحله صعبه جدا، لازم يفهم اللعيبه ولعيب لعيب ان الماتش ده مهم جدا بالنسبه لي عشان احكم عليك في خلال المباريات اللي جايه. يعني لازم كل واحد فيكم يبذل كل الطاقه بتاعته وكانه ماتش رسمي عشان احكم عليه اذا كان عايز يشترك فيه اللي جاي. انا شايف ان بعض اللعيبه بتلعب تاديه واجب، وده طبعا هيبعدنا عن الهدف الاساسي بتاع المباراه. انما المباراه لو هنقيمها فنين الشوط الاولاني، ما اقدرش اقيم طريقه ضغط ولا نسبه استحواذ ولا لان المساحات مفتوحه. صحيح. اللعيبه خبرتها قليله، ما بتلعبش الا في المناسبات. صحيح، بتكلم على الدفاع الجوي. صحيح. فما تقدرش تتكلم. صحيح. في حاجه. طيب كابتن اسامه سريعا، النادي الاهلي بيلعب النهارده 4-4-2، هل دي الطريقه اللي هيلعب بيها مستر بيتسو موسيماني الماتشين الجايين؟ هو واضح انه في اخر كام ماتش بيلعب بنفس الاسلوب دوت. الله اعلم، هو بيجرب الناس اللي ما لعبتش كتير في الماتشات اللي فاتت، ممكن يلعب بكده، او اذا حتى غير واحد تحت راس حربه في الماتشات الرسميه ممكن ده يحصل. لكن بصفه عامه التلات اهداف حلوين، لكن في لعيبه لابد تبذل جهد اكتر من كده، لانها في النهايه مسؤوليه لعيبه. باذن الله رب العالمين. نروح مرة أخرى لملعب المباراة ونتابع أحداث الشوط الثاني ونرجع لكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة.